الجيل ده بقى. أوه. يعني احنا شفنا توليفة عملها مانويل جوزي، طبعا كابتن عماد النحاس، اسماء كتير طبعا، انت عماد متعب، يعني اسماء كتير جدا عمل توليفة كده. مين اللي كان في التشكيل ده هو اقرب حد لكابتن وائل رياض؟ لا بص، هو بطبيعة الحال يعني الجيل ده كله قريب مني، وانا من اول ما دخلت النادي لغاية ما خرجت من النادي ولغاية دلوقتي، يعني لما بتحط في مجموعة الحمد لله كلهم بيبقوا قريبين مني. بس هو بطبيعة الحال محمد شوقي كان في الجيل ده، كان من اقرب الناس ليا، لان احنا كنا طالعين مع بعض من منتخب الشباب. كابتن هادي خشبة طبعا، يعني اول ما تبناني واحتضني في النادي الاهلي لما طلعت مع الفيرست تيم. وائل جمعة بقى وابو تريكا ومتعب، احنا جيل واحد يعتبر، انا اكبر من متعب بسنه بس في الاخر احنا جيل واحد. كل اللعيبه، حسام غالي، اسامه حسني، ففي لعيبه كتير. بس احنا كنا بنشوف ثنائيات كده، يعني مثلا بركات وكابتن اسلام، يعني كان في ثنائيات كده كنا بنشوفها دايما سواء في الملعب او بره الملعب. مين اللي نقدر نقول عليه انه كان انتيم شيتش؟ هو محمد شوقي وحسام غالي وشريف اكرامي في الوقت اللي كان متواجد فيه، دول يعني اللي كانوا متواجدين في النادي وفي الفتره بتاعه 2005. مواقف بقى ما تنساهاش معاه؟ لا مواقف، يعني عارفه الحاجات اللي بالاسئله المفاجاه دي اللي هو الواحد ما بيبقاش محضر لها مواقف، يعني موقف كوميدي، موقف ما كنتش بتتوقعه، صدمه معينه سواء برضو جوه الملعب او بره الملعب؟ لا ما يعني بجد مش متذكر دلوقتي مواقف معينه، انما زي ما بقول لك انا الحمد لله جيت في وقت كان في كل المواقف، كان في مواقف مكسب وانتصارات وحاجات مميزه جدا، وفي اوقات تانية ما كان فيها خساره. فلا من المواقف الصعبه اللي عصرتها في النادي الاهلي موقف 2001 لما خسرنا بطوله الدوري العام في مباراه انبي، كان موقف من المواقف الصعبه اللي عدت على الواحد. يعني تفتكر ساعتها اوضه اللبس كان شكلها عامل ازاي؟ كان في منتهى الحزن، كان في انفعال كبير جدا من الكابتن طارق سليم الله يرحمه، كان هو المشرف العام على الكوره. وعايز اقول لك ان انا في الوقت ده كان عندي مشكله مع بومفرير اللي هو المدير الفني، ما كنتش بلعب باستمرار، انما كان الانكسار وصلني، مش معنى ان انا ما بلعبش ان انا كنت يعني في حته تانية في معزل عن اللعيبه، انما لا يعني لا، وفي حد غيرك ممكن انا ما بلعبش فتبقى لا مش فارق معايا، انما لا طبعا ده يعني زي ما بقول لك احنا كلنا تيم واحد في المكسب وفي الخساره، وكله كان باللغه الدارجه بتاعتنا كله كان بيتلط، يعني المكسب بيلط كل الناس والخساره بتلط كل الناس. فده من المواقف الصعبة اللي عدت عليا في النادي الأهلي. من المواقف الحلوة اللي عدت عليا في النادي الأهلي في نفس السنة مكسب الزمالك 6-1، فده من المواقف اللي كانت مهمة جدا. يمكن أنا أفتكر حوار كان ما بيني وبين كابتن طارق سليم الله يرحمه قبل المباراة، بيقول لي شيتوس هنعمل إيه النهاردة؟ هو بندردش قبل الماتش يعني. فقلت له والله يا كابتن طارق أنا حاسس إن إحنا هنكسب 3. قال لي 3 يا عم، 1 كفاية، كسبنا 6. فسبحان الله، فده من ضمن المواقف اللي كانت مهمه جدا او كان مؤثره جدا ساعتها يعني. فدي المواقف اللي انا فاكرها دلوقتي يعني.